حالاته المساحه الانطلاقه اركل دي ماريا فرق السرعه الارجنتيني مع بوجول يلم حلو قوي كريستيانو هيقطع الشبكه هيقطع الشبكه هيقطع الشبكه كريستيانو رونالدو يا سلام يا اركل دي ماريا يلم بوجول وتاتي الكره الى كريستيانو رونالدو اللي يسجل الهدف الثاني في الدقيقه 57 لكن المكافاه لابد ان تكون بالمنصه ما بين اركل دي ماريا السريع اللي عمل عمايله في بوجول ثم سدد وانقذ بنته ولكن كره تذهب الى فريق نادي ريال مدريد نادي الملكي كريستيانو رونالدو هو نجم هذه الليله لا شك بالفعل هو نجم هذه الليله لانه يتعامل مع دفاع برشلونه يعني بمنتهى ايه بمنتهى الذكاء ومنتهى الحرص شوف الكره اتشالت ازاي من خضيره شوف الهجمه السريعه شوف الدفاعات دفاع نادي برشلونه الاخطاء القاتله وادي اركل دي ماريا الجول جه هنا الجول هنا خلينا نشوف الطريسه دي واللمه دي وادي محاوله بينتو جت اللي بقى يخطئ ابدا لا يخطئ ابدا في هذه اللقطه هدفه رقم 41 في 40 مباراه لكن شوف اركل دي ماريا